يعطيكم العافية جميعا. متواجدين اليوم في مطعم ماريفانا الروسي اللي يعتبر من أفخم المطاعم الروسية بالعاصمة الأذربيجانية باكو، من أجمل المطاعم كذلك في الطعم. يعني هذه ثاني مرة أزوره وتبارك الرحمن عنده زحمة وعنده كذلك تنوع في المأكولات الروسية. يعطيكم العافية، ودنا نتكلم شوي عن موضوع الأسعار في أذربيجان. بالنسبة حق السكن الأسعار جدا جدا رخيصة، يعني مثل ما ذكرنا لكم الفندق ما ياخذ معاك $700 من 600 إلى 700 وفترة عيد في أفضل فنادق 5 نجوم في أذربيجان لمدة 10 أيام. وكذلك أسعار يعني خدمات التاكسي جدا رخيصة، مثل ما ذكرنا أيضا سابقا أن الرحلة الوحدة في المشوار الواحد ما ياخذ معاك 2 إلى 3 منات، قرابة النص دينار كويتي أو دولار ونص أمريكي. أما بالنسبة يعني الملابس وغيرها من الأمور اللي فيها تسوق، فأذربيجان من الدول اللي نوعا ما أغلى من محيطها، يعني أغلى من جورجيا وأغلى كذلك من تركيا، لأن تعتبر دولة مستهلكة وأغلب البضائع يعني تجيها من برا، منها البضاعة التركية. يعني البضاعة التركية أرخص ضعف من يعني تحصلها في تركيا، أرخص ضعف من أذربيجان. إضافة لذلك بالنسبة للأكل نوعا ما يعني مقبول، ويعتبر أغلى شوي كذلك من تركيا، وفي نكهة طابع تركي كون أذربيجان من الدول الست اللي يسمونها الدول التركية أو أبناء عمومة الأتراك. عشرة أيام ختمناها اليوم في العاصمة الأذربيجانية باكو، من تاريخ 27 أبريل 2022 لتاريخ 7 مايو اليوم اللي صادف يوم السبت. راح أرد إن شاء الله الكويت. طبعاً استفدت من التجربة أن أذربيجان تعتبر من الدول الراقية والحديثة والناشئة في فترة وجيزة، يعني فيها العديد من المباني والأمور المتطورة، بالإضافة إلى ذلك قريبة جداً من دولنا ايضا من الدول الرخيصه في المنطقه، واللي بامكانك انك تقضي فيها اجازه ويكند خلال فتره الصيف تحديدا، لان الاجواء فيها جدا جميله.